على إيمانه العميق وصلته الطيبة بالله سبحانه وتعالى وميوله لعمل الخير، فقد جعل بيته مسجدا. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. وإني مهما تكلمت ومهما قلت فإني لن أستطيع أن أصف ما في نفسي وما بقلبي من الشكر له ولكم جميعا، لأنكم الآن حضرتم لتكريم خادم لكتاب الله. أدعو الله أن يجعلنا من العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإني أقول أن لكم أجرا كبيرا على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأنتم قد أتيتم لتكريم خادم لكلام الله فلكم ثواب، يعني ثواب الحضور، كأنكم أتيتم لتقرؤون أو لتستمعون إلى القراءة فلكم هذا الثواب إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد سرني جدا ما علمته من الاستعداد لتعليم اللغة العربية ونشرها. اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الدين. ولقد سرني أن السيد رئيس الجمهورية حينما تشرفت بلقائه قال لي مثل ما سمعت من سيادة الحاج ماجور سيسي، فقال: إننا سنعمل بكل جهدنا على نشر اللغة العربية وعلى تعليم اللغة العربية، وإني سأجتهد في تعليمها حتى أستطيع أن أكلمك وتكلمني قلبا من قلب. فهذا سرني جدا أيضا، ولا أريد أن أطيل عليكم فأن الوقت ربما أنكم هنا من وقت بعيد، ومهما قلت ومهما عبرت فإني لا أستطيع أن أفي حق الشكر وحق الواجب لحضوركم وتشريفكم. جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، وجزى الله الحاضرين والذين أشرفوا على هذه المقابلة والاحتفالات، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم آمالنا، وأن يجعلنا جميعا في عداد الصالحين، وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعطي كل سائل سؤله، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن ينفع بنا جميعا وينفعنا بطاعته، وأن يديم علينا رباط الإسلام والحب، كما يقول الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن يجمعنا دائما على طاعته ورضاه، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله. مني الشيخ محمود خليل الحصري مني تبير كرقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ القراءة أستأذنكم في دقيقة أو دقيقتين لأعبر عن شكري للسادة الذين تفضلوا بالترحيب بشخصي الضعيف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم أحسن الجزاء، وهم إنما يرحبون بالقرآن الكريم في شخص فقير
خادم للقرآن الكريم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم أحسن الجزاء. ثانيا، أحب أن أبدي بعض ما لاحظته في تلاوة مشايخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا، وإنهم يعتبرون قدوة، وأشكرهم على اهتمامهم بالقرآن، وأرجو أن أضيف بعض الملاحظات التي سمعتها حتى لا يقال أنهم قرأوا أمام شيخ المقارئ المصرية ووافق على ذلك. فإخواننا مشايخنا جزاهم الله خيرا قرأوا برواية سيدنا ورش، وسيدنا ورش لابد من المد في المتصل والمنفصل وهم يعرفونه، ولا بد من علامة المد في المصحف وهم يعرفون ذلك، ولا بد من المد 6 حركات، والحركة مثل رفع الأصبع أو خفضه، يعني إذا السماء، هذا يبقى دول 6 حركات. وكذلك مد اللين مثل شيء، الإمام ورش لابد أن يمد 4 حركات، مد اللين مثل شيء. كذلك الإمالة، ليس لسيدنا ورش إمالة إنما له تقليد، هناك فرق بين والضحي والضحى، فهذه إمالة لا يقرأ بها سيدنا ورش، إنما هو يقرأ ما بين التقليل، ما بين الفتح والإمالة، يسمى تقليل يعني. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، مش وما قلي، والضحي، هذا يعتبر إمالة، وليس لورش أن يشدد مثل هذا. وعلى كل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، عندما أصل إلى القاهرة سأرسل مصحفا كاملا برواية سيدنا ورش، وأرجو المسؤولين في الإذاعة أن يجعلوا هذا العمل خدمة لوجه الله، ويذيعوا مصحف ورش بدل مصحف حفص، أو يذيعوا هذا يوما ختمة لحفص ثم ختمة لورش، حتى أن من يحب أن يستمع إلى قراءة حفص ويتعرف على ما يخالف ورش يسمع سيدنا حفص، ومن يريد أن يستمع إلى رواية سيدنا ورش فليستمع لرواية سيدنا ورش، يكون هذا بالليل وهذا في الصباح، أو ختمة لهذا وختمة لهذا، حتى يعم النفع وحتى ينتفع الجميع بسماع الترتيل على أصله كما تلقينا من شيوخنا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. سأقرأ إن شاء الله سورة الشورى برواية سيدنا ورش عن نافع، لتستمعوا إلى المدود وتنظروا القراءة برواية ورش، وكيف تكون التقليل وليس إمالة، وأسأل الله أن يوفقنا لخدمة القرآن الكريم. وكطلب الأستاذ الحاج مصطفى ينجى أن أقرأ مرتلا لا مجودا، فنزولا على إرادتكم فأوافق على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم صدق الله.